أجواء من الدراما الكروية والإثارة تحيط هذه الأيام بالعاصمة الأرجنتينية بوينوس آيرس. كيف لا ونحن على موعد مع مبارتين ستجمع بين عملاقي الأرجنتين بوكا جونيورز وريفر بليت. ومن المتوقع أن يشهد اللقاء المرتقب للفريقين في نهائي كأس كوبا ليبرتادوريس منافسة شديدة لحجز بطاقة التأهل إلى كأس العالم للأندية. وسنتعرف في هذا التقرير عن سر العداوة بين بوكا جونيورز وريفر بليت، ولماذا يسمى هذا الديربي بكلاسيكو الأغنياء والفقراء، كما سنتطرق إلى أسوأ لحظات هذه القمة. لا شك أن هذا الكلاسيكو من أهم الدربيات في العالم، رغم عدم وجود أسماء لها من الشهرة ما يكفي لمقارنتها بكلاسيكو إسبانيا أو دربيات أنجلترا وألمانيا وإيطاليا. ولكن الصحافة العالمية صنفت هذه المباراة بين أفضل 50 ديربي في العالم يجب أن تشاهده ما دمت على قيد الحياة. ويطلق على هذا الديربي كلاسيكو الأغنياء والفقراء، حيث تعود قصة هذه المباراة عندما أسس المهاجرون الإيطاليون والإسبان نادي ريفر بليت عام 1901، وبعدها أسسوا نادي بوكا جونيورز عام 1905. وصادف وجود الفريقين معا أيامها في أحد أحياء العاصمة الأرجنتينية الفقيرة. وفي المقابل وبعد سنوات عدة انتقل مقر نادي ريفر بليت إلى منطقة الأثرياء في بوينوس آيرس، مما دفع مشجعي البوكا إلى اتهام نادي ريفر بليت بالنرجسية والطبقية. ومنها بدأ النزاع التاريخي والتنافس الكروي الذي أدى سنة 1968 إلى كارثة إنسانية كبيرة تمثلت في وفاة 71 مشجعاً أثناء مباراة السوبر كلاسيكو على ملعب المونيمونتال التابع لريفر بليت جراء التدافع الذي حدث بسبب الزحام الشديد على إحدى البوابات. نهائي كوبا ليبرتادوريس يسعى من خلاله فريق المليونيرات ريفر بليت إلى تحقيق اللقب الرابع في تاريخه، بينما يريد فريق الطبقة الكادحة أن يعزز تفوقه في البطولات القارية ويمني النفس بتحقيق البطولة السابعة لمواصلة هيمنته على البطولة المحببة لديه.